يا هلا وسهلا، حياكم. ولازم كذا ناخذ لمسات جميله من الفنون، خصوصا انها فنون متعدده، ما بين الرسم، ما بين النحت، وما بين الخط. وهالمره لا جازان، حيث يعد الخطاط حسين الشعبي او الخطاط للغه العربيه في جازان، ودفعه حبه للفنون الخط العربي لتعلم مهاراته وطرق تعلمها ذاتيا، وامضى فيها عده سنوات حتى اكتسب الاتقان التام للخط العربي. تفاصيل أكثر وأوفى مع زميلنا حسن الغزواني. أيقن حسن الشعبي أنه يملك مهارة في فنون الخط العربي، فقرر أن يتعلم بنفسه الأسس الصحيحة لإتقان الخط العربي وإجادته، حتى حصل على الإجازة كأول خطاط يحصل عليها في منطقة جازان. بداية حدث لي حدث معين هو اللي غير المسار الخط. حقيقة هذا الحدث كان عبارة عن لوحة أو كتابة لأحد الخطاطين، كانت بخط الديواني، فاستسهلت الموضوع، ثم بعد ذلك حاولت كتابتها أو تقليدها فلم أستطع، علما بأني كنت أجيد هذا الخط، علما بأن الخط العربي يضعف بالترك، إذا تركته يضعف يذهب. فبعد ذلك عقدت العزم على إجادة هذا الفن الخط. بأدوات بسيطة ومعمل صغير استطاع حسن أن ينمي مهاراته في الخط العربي، حتى بات اليوم مدربا يقدم دورات متقدمة في قواعد ومهارات الخط العربي. أخذت الأدوات من المتاجر الإلكترونية والورق، وحقيقة في ذاك الوقت كان في صعوبة في إيجاد الورق الجيد والأقلام، ولكن الشكر للأستاذ حسين السري من دولة الكويت، فهو الذي أخذ بيدي بعد ذلك لما شاف مهاراتي، وعدم وجود أستاذ في المنطقة كان يشكل أيضا صعوبة في تعلم الخط في ذلك الوقت، لأنه يأخذ وقت طويل. فاقترح علي تعليمي فقبلت وجزا الله كل خير، فأخذ بيدي ثم بعد ذلك علمني الحروف المفردة، بعد ذلك انطلقت تعليما ذاتيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يلهمنا حسن الشعبي أن جمال الخط العربي أمر يمكن اكتسابه وإتقانه. خطاط تعلم بنفسه تعلما ذاتيا فأتقن فنون الخط العربي، ليلهمنا جميعا أن الخط العربي وإجادته أمر يمكن اكتسابه. لبرنامج من السعودية، حسن الغزواني، جازان. الله يعطيك العافية زميلنا حسن الغزواني، قلنا لكم خلوكم لسه ما شفتوا شيء. من جازان للخبر، هدى الغامدي كالعادة زميلتنا على الشاطئ حتعطينا الأجواء الجميلة والناس والفعاليات اللي ممكن تكون موجودة وحنستمتع فيها. يسعد مساك هدى. أهلا وسهلا نهى، نهارك سعيد وجميل. أهلا وسهلا فيك هدى. قبل لا تبدين أنا زعلانة، يعني في كل مرة ننقلك ما تقولي لي تعالي يا نهى خذي جولة، اعزميني بالمجاملة. من عيوني ابشري باحلى جوله، انت بس تعالي. ولا تكفين تراني عادي، ما استحي، لا تفكر اني بستحي بقول لا. الله يعطيك العافيه، تفضلي حبيبتي اعطينا الاجواء الجميله اللي لا عندك. لا ابد عزيزه وغاليه، واختك هدى موجوده هنا حبيبتي، ما تقصري، عسى عمرك طويل. تفضلي حبيبتي نهى. صحيح مثل ما تفضلتي وياك يا عمري، مثل ما تفضلتي نهى، أتواجد في كورنيش الخبر الشمالي، وهو أحدث كورنيش تم إنشاؤه هنا في الخبر بطول 3500 متر مربع وبمساحة إجمالية تزيد عن 310 ألاف متر مربع، ويوجد فيه كمان نهى 3000 شجرة. يتميز كورنيش الخبر الشمالي نهى بلمسة جمالية نظرا لوجود الكثير من العناصر التجميلية والترفيه والخدمات اللي بتقدمها بلدية الخبر، هذه كلها تقدمها للمواطنين والمقيمين والسياح. نهى يتميز كورنيش الخبر بوجود الكثير من المعالم، أبرز هذه المعالم هو وجود بحيرة البط، وهي تقع على مساحة 9500 متر مربع، ويوجد بها أكثر من 100 نوع من البط والوز.
أيضا نهى يوجد في كورنيش الخبر معلم بارز تم افتتاحه مؤخرا وهو ميدان العرضة يتكون من 13 قطعة، كل قطعة من هذه القطع تمثل منطقة من مناطق المملكة رسمت عليها زخارف تمثل الهوية العمرانية للمنطقة. الجميل نهى في هذه القطعة يوجد عليها باركود، بمجرد المسح على هذا الباركود تظهر معلومات المنطقة هذه. طبعا هذه ميدان العرضة يعني هو عبارة عن مساحة تفاعلية وهي تعكس الإرث الفني والشعبي بصورة طبعا عصرية وجمالية. أيضا يوجد في الخبر عموما يعني الكثير من المماشي، عددها 17 ممشى تقريبا نهى. أتكلم هنا عن مثلا ممشى كورنيش الخبر الشمالي، ممشى كورنيش الخبر الجنوبي، طريق الملك سلمان، طريق الأمير تركي، ممشى الحمرة، ممشى البحيرة. الكثير من المماشي هنا موجودة في الخبر، وتقريبا هي بطول 35 كيلو. هذه الجماليات وهذه الخدمات وكل هذه الأشياء التي وفرتها أمانة المنطقة الشرقية وتحديدا ما بلدية الخبر جعلت هذه المنطقة منطقة جذب استثماري للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الترفيهية من مطاعم ومقاهي وغيرها من المشاريع. اللي أحب أنقل لك إياه اليوم نهى والأستاذ المشاهدين هو مشروع شبابي لشباب عندهم دراجات هوائية يحبون يأجرونها للناس. ودنا ناخذ تفاصيل أكثر مع أحد المشاركين وأحد المجموعة في هذا المشروع وهو أحمد نجم. يعطيك العافية وحياك الله معنا على شاشة قناة السعودية. الله يحييك، تفضلي. أحمد، في البداية خلينا نعرف يعني أنتم عندكم مشروع لتأجير الدراجات الهوائية، خلينا نقول كيف جت بداية فكرة هذا المشروع. طبعا كنا شباب نمارس الدراجات الهوائية في الكورنيش، حبينا نفيد العالم في الكورنيش ان نفتح لهم مشروع سيتي بايك اللي هو حق السياكل. في عندنا تأجير السياكل حق السياكل الرياضية والأطفال واللي ما يعرفون يسوقون، وفرنا الدراجات اللي هي حق 3 كفرات يتعلمون منها وبنفس الوقت كرياضة لهم. وفي إقبال كثير كمان من خلينا نقول العوائل، عندنا السياكل العائلية زي ما تشوفين دائما العائلة تيجي عندنا وتقول ان فكرة المشروع حلوة وحابين المشروع هذا. أكثر إقبال هل هو من العوائل، من الشباب، من البنات صغار السن؟ أكثر شيء من العوائل، لأنه موفر لهم السيكل حق العوائل يركبون فيه، يعني الرجال لما يجي مع عائلته وفرنا له السيكل هذا مع أطفاله بحيث كأمان له ما يضيع طفله السيكل يكون معاه. وطبعا كل خلنا أشرح لك عن السيكل العائلي. السيكل العائلي طبعا يكون في حزام أمان لهم، فلما يجي العائله، لما تجي العائله يطلبون دائما السياكل العائليه، وهذا اكثر شيء الاقبال عليه حاليا. طيب احمد، هل عندكم يعني وسائل سلامه موجوده للراكبين؟ اي اكيد اكيد اكيد. طبعا احنا حق السياكل الاطفال تتراوح بين اعمارهم خلينا نقول 6 سنين 7 سنين ما يعرفون يسوقون، فاحنا طبيعي موفرين لهم الهلمت. في عندنا حق السياكل الرياضيه نحط لهم السفات الانوار اللي هي الاماميه والخلفيه بحيث ان الليل الناس تقدر تشوفهم ويتابعون خلنا نقول الهواية حقتهم، يعني خلنا نقول كرياضة يحبون الشيء هذا. ممتاز، يعني أنتم استثمرتم هوايتكم وخليتوها مشروع في نفس الوقت، يعني مشروع رياضي صحي. طيب خليني أقول لك، هل أنتم مثلا تنظمون عندكم مبادرات مجتمعية تنظيم فيها جروبات مثلا؟ أيوة أكيد، حنا حاليا في عندنا مسؤول في الإدارة هو اللي يتابع معاهم في الإدارة ويتنسقون معاه وش اسمه ينسقون مع الإدارة، يعني يطلبون 20 سيكل 40 سيكل متوفرة كلها، ويكون في بعد مدرب معاهم ونطلع كلنا كجروب. وكذلك السيفتي موجودة، الهلمت والأنوار زي ما ذكرت لك قبل شوي، الأنوار الخلفية والأمامية. أنتوا كأول مشروع لتأجير الدراجات الهوائية في كورنيش الخبر، هل تلاقون تشجيع من الناس، كلمات ثناء، كلمات تشجيعية لاستمرار في هذا المشروع؟ أيوة أكيد أكيد أكيد. طبعا كل شخص كان يجينا كان يقولنا شكرا، يعني حمسنا صراحة العوائل تحمسنا لما تيجي تشوف شكرا انكم فتحتوا هذا المشروع كنا نحتاجه من الأول. وبرضو كذلك ما ننسى البلدية شكر خاص لهم لسابقا مهندس سلطان الزايدي وحاليا مشعل الحربي، مهندس مشعل الحربي يتعاونون معانا هنا والبلدية موجودة متعاونة معانا هنا والحمد لله الأمور طيبة. كل التوفيق لك أحمد وللجروب اللي معك يا رب العالمين، وعقبال ما نشوفكم في مشاريع ثانية بإذن الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. يعطيك العافية، الله يعافيك. عفوا. العافية. مثل ما شاهدنا نهى يعني هذا المشروع الشبابي الجميل
هو مشروع شبابي في نفس الوقت استثماري وفي نفس الوقت مشروع رياضي، يعني طبعا لممارسة رياضة الدراجات والصحة. وأنا أدعوك نهى وأدعو عبد العزيز إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة، تجون هنا وناخذكم في جولة لكل معالم الكورنيش الجميلة، كورنيش الخبر اللي تستحق بالفعل الزيارة والاستمتاع. والله يا هدى يا هدى جميلة طارت برزاقها، لا تقولين عبد العزيز الحظ ولينا. اسمعي هدى بسألك، جربتي السيكل؟ تعالي جربتي السيكل هدى؟ والله انا جربت. حلو، سيكل العائلة ولا الثاني؟ يعني صراحة ممتع جدا. واضح واضح. لا انا جربت الثاني صراحة، سيكل العائلة احسه حقي. اسمعي اسمعي شوفي، خذي بشوري ايه. جربي حق العائلة وتخيليني جنبك سواء العائلة او الاخ. اتخيلك وتجين باذن الله واقع. اسمعي لا لا تخيلي وسولفي عادي، تراني بسمعك حتى لو ما حد في احلى تور سياحي. الله يسعدك هدى، ما قصرتي حبيبتي، نرجع لك اكيد بمقولات جميله مثل ما عودتي. نتخاطر عن بعد نهى. ليش لا، اهم شيء المتعه وننبسط. حبيبتي الله يسعدك، شكرا جزيلا لك. طبعا مثل ما تعرفون اليوم 3 ديسمبر من اعظم التواريخ اللي ممكن احنا نستحضر فيها كل الانجازات، انجازاتهم دائما حاضره وموجوده وما نقدر ما نستعرضها ونفخر فيهم دائما، اللي هو اليوم العالمي لذوي الاعاقه. اليوم عندنا نموذج سعودي، البطل العالمي رشيد البريه اللي حصل على المركز الاول قبل يومين في بطوله بيرا بيرا العالميه للكاراتيه وعلى الكراسي المتحركه واللي اقيمت في اسبانيا. معانا طبعا عبر السكايب البطل رشيد البريه. يا اهلا وسهلا فيك رشيد، حياك الله، الف الف مبروك على الانجاز اللي حققته، وهو من سلسله انجازات انت حققتها. الله يسعدكم، الله يبارك في ايامكم، يسعدكم يا رب يحفظكم. يا اهلا وسهلا، خبرنا عن المشاركه يا رشيد، البطوله كيف بديتها، الاجواء اللي حصلت عندكم في البطوله. الأجواء والله كانت حلوة، أتكلم على البطولة هذه لأنها كانت بعد أزمة كورونا الله يكفينا شرها، وكنا صراحة مبسوطين إنه ما في أحد تأثر فيها. جميل. من اللعيبة من العوائل اللي كانت مشاركة يعني، والحمد لله استمتعنا بالوقت كثير والله، الحمد لله والشكر يعني، وكانت قمة في الروعة والحمد لله. لما شاركنا صار في فرحة أكثر من أول يعني، السعادة كانت أكثر من أول والحمد لله والشكر. الحمد لله. رشيد أنت أصلاً في رحلة علاج صح أساساً؟ لا لا طال عمرك، أنا رحلة رياضة. بس مو قاعد تتلقى علاج الفترة هذه أيضاً؟ لا لا طال عمرك، العلاج أخذته طال عمرك 1116 في أمريكا كان، وكان وقتها صاحب سمو الملك المرة بندر بن سلطان السفير وقتها هناك يعني، وانا اخذت يعني مركز اول كمان هناك بالرمايه في امريكا بولايه برمنغهام. يمكن هذه النقطه اللي لما كنت فتره اي ما شاء الله عليك رشيد، هذه مو اول انجازاتك، انجازاتك تقريبا من عام 2017 او يمكن قبل. صحيح كلامك. طيب خلينا نتكلم عن استعداداتك رشيد، خصوصا تكلمت عن موضوع يعني الآن الجائحة، كيف يعني كانت استعداداتكم، برضو العلاج التأهيلي المصاحب لكم، العناية، التدريبات كلها؟ والله أنا أتدرب على حساب على نفقتي يعني، وكل شيء تمام الحمد لله والشكر. أنا أخذ الاحتياطات كثير، الكمامة لازم ألبس الكمامة بأي مكان، أنا حاليا مسافر لوحدي يعني والحمد لله والشكر يعني. أنا الحين بس أخلص مقابلة بروح أفحص البي سي آر، لأن بكرة عندي زيارة لصاحبي في إيطاليا لازم أزوره، ولازم الفحوصات هذه الإجراءات. أكيد نفخر فيك رشيد. أكيد. يا رب. طيب رشيد مين الداعم، يعني أنت تقول لوحدك، مين اللي داعم لك هناك موجود على الأقل لو في تواصل مع أحد؟ والله التواصل أنا مسافر لحالي يعني، والمتابعون يعني، وعلى نفقتي يعني، لكن تحت مظلة اللجنة البارالمبية السعودية. أكيد طبعا اللجنة البارالمبية دائما ما تخرج صراحة نماذج
تشبه كيرشيد، وإلى الأسبوع الماضي وإحنا نستعرض صراحة إنجازاتهم اللي موجودة في المعسكرات الخارجية. طيب رشيد، خليني أسألك، مين كان أصعب المنافسين اللي كنت فعلا شايل همهم في المبارزة؟ كم منافس؟ بال 2019 حققت المركز الثاني، كان منافس من مدريد. اي المنافس قوي صراحة ورقم صعب، لكن الحمد لله تغلبت عليه المرة هذه، الحمد لله شكر. أنا استمريت بالتمرين حتى بالجائحة، الحمد لله استمريت بالتمرين والحمد لله استطعت أتغلب عليه، لأن حطيته براسي من المرة الماضية. أقول لك شيء رشيد، ترى اللي يقول يعني مثلا مبارزة وعلى كرسي متحرك، ويعني مو أي مبارزة، احنا نتكلم عن كاراتيه يعني دفاع عن النفس، هل تأسيسها أصعب؟ مراحل التدريب كيف قدرت تتمكن منها؟ يعني الآن أنت بطل قاعد تفوز ما شاء الله عليك، فكيف ممكن نحكي عنها أو توضحها لنا خصوصا من بداية التأسيس؟ بداية التأسيس إذا كان أنت عندك دافع، إذا عندك يعني دافع قوي راح تتغلب على أي شيء، وتحب اللعبة والرياضة هذه سواء هذه أو غيرها راح تبدع فيها كثير، راح تفكر وشلون تجيب حركات أكثر. كل شيء ترى بالكرة القدم، بالتنس، بالسلة، يعني كلها مهارات. أنت إذا من حبك لها راح تطلع حركات من راسك باللعبة هذه. فهذه هي الفكرة، أهم شيء تحب اللعبة. متى مباراتك القادمة؟ والله بس يجدولون الجدول حق إيطاليا وفرنسا إن شاء الله، ويعطونا أخبار قبلها بشهرين 3 شهور. يعني خلينا نقول بداية السنة ممكن؟ والله إن شاء الله، إن شاء الله في بطولات، بس ما أقدر أقول لك شيء لأنه حاليا في جائحة ثانية من كورونا، الله يكثر شرهم، لكن ما ندري شو يصير، وإن شاء الله يكون فيه بطولات. ما أنا ليش أسألك يا رشيد، أبغى أقول لك يعني أنت ما شاء الله عليك، يعني اللي يدخل السي في حقك يلاقي فزت بكذا بطولة يعني على مستوى عالمي، الآن البطولات الجاية هذه من شايل همها؟ من شايل هم المنافسين اللي ممكن يكونون موجودين فيها؟ لا والله ما شلت هم أحد والله، لأنه أعرف إمكانياتي وأعرف قدراتي الحمد لله. ما شاء الله عليك. الحمد لله الحمد لله. قل متعود على الفوز الله يديمه. والله الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. كانت أصعب مرحلة عندي بال 2016 أول مرة أخش الحلبة يعني. أي. بعد التمرين هذه أول مرة. أي. كنت لوحدي، يعني تعرفين كل جمهور مع فريقه إلا أنا، ما عندي أحد، ما في جمهور، ما في رابطة، ما في جمهور، ما في مدرب، ما في أحد يقول لك كذا، ما في أحد يعني يشجعك، داخل الحالي أنافس لحالي يعني. بس الحمد لله حققت مركز ثاني. بعدها على طول جاني الكابتن الإيطالي قال لي كم لك من سنة تتدرب؟ أي كنت ما صار لي شهر ونص، بس والله شهر ونص كنت أتدرب، شهر ونص ضربني مع كتفي وقال لي أنت تم في الروعة. من ذاك اليوم الحمد لله متواصل معي، هو أيه؟ يتواصل معي وإن شاء الله بزوره بكرة، لكن الحمد لله والشكر. بس أقول لك رشيد، يعني صح ما يكون معك أحد، بس ترى أنا أقول لك كذا من بعيد، يعني فيه تشجيع عن بعد، اللي من خلف اللي عبر الأثير كثير كثير، لو بعد يبي الحلقة كاملة لو بعد أسميهم. الله يعطيك العافية رشيد، بجد أسعدنا فوزك وما شاء الله عليه مو مستغرب. وطبعا رشيد البريه يعني من الابطال اللي فعلا احنا نفخر فيهم، انجازاتهم مستمره، نتمنى له التوفيق في منافساته ومبارياته القادمه. شكرا جزيلا للبطل العالمي رشيد البريه، خير نموذج ان احنا نحتفي فيه اليوم في 3 ديسمبر. ما لكم عذر تقومون من قدام الشاشه، فاصل وراجعين.